أهلا بكم أصدقائي الكرنفاليين في كل مكان في العالم. هل قابلتم كرنفاليا من قبل من هؤلاء الكرنفاليين الذين قدموا عروضا ومشاهد وأغاني ومسيرات كرنفالية؟ ستتعرفون عليهم الآن وعلى المواضيع الاجتماعية التي عملوا عليها والمشهد الذي قاموا به والطرق الفنية المختلفة التي قاموا بأدائها. أنا أحمد صالح، منشئ مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. من الجميل أن تتعرفوا على فنانين اختاروا أن يعملوا مع المجتمع ويلتزموا بقضاياه، فيما يمكن أن تطلقوا عليهم أنهم فناني المجتمع أو فنانينكم أنتم، وأتمنى أن تكونوا مثلهم. سنتعرف الآن على أصدقاء الكرنفاليين، أخبرونا عن رأيكم عن الفنانين الاجتماعيين الذين شاهدتموهم وفي المشاهد المعروضة، وشاركونا أفكاركم عن الموضوع الاجتماعي المطروح. ولو أعجبتكم الطريقة الفنية المستخدمة فقوموا بعمل مشهد كرنفالي مع أصدقائكم، صوروه وأرسلوه إلينا.